sounds like in the TV. كذلك أنا السني حين لا أصرخ على أخي الشيعي حين يقتل بهذه الطريقة البشعة الوحشية أطفال شيعة يطلبون الماء قبل أن يذبحوا ونسمع من يفتخر بذبحهم قال ذبحناهم ذبح النعاج ذبح النعاج كما ذبح أبناؤنا ونساؤنا بالله عليك يا رجل بالله عليك هل هذا الطفل الشيعي الذي ذبحته كما ذبح النعاج كما تذبح ذبح أطفالك يا رجل بالله عليك هل هذا الطفل الذي ذبحته كما تذبح الفرخة ذبح نساءك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أي دين هذا؟ أي عقل هذا؟ أي إنسانية؟ وعلى فكرة والناس تهلل وتطلق الرصاص نطق بالحق يقول لك هذا فقيه فقيه وشيخ أستاذ جامعي ذبحناه قال لك ذبحنا ابنه معه وتقول الرواية طفل يبكي أيها الإخوة إلى حد الرعب يطلب ماء قبل أن يذبح لم يسقى الماء وذبح لأنه شيعي نجس الله أكبر يا إخواني أي منطق هذا؟